مش عايزين نعمل كاتو سوا اليوم؟ اليوم راح نعمل كيك شوكولا. مرحبا، بعد ما لبسنا هالزي الرسمي وانجزنا اليوم 12 ساعة كاملين دراسة، حبيت انه نفذ وعدي واعملكم الوصفة المفضلة لأطيب كيك شوكولا بالعالم بوصفة كتير سهلة رح تشوفوها ورح نعملها هون سوا. لهيك البسوا الزي الرسمي تبعكم ويلا نعمل الكاتو سوا. طبعا أهم شيء قبل البداية انه تشغلوا الفرن على حرارة 180 وتشغلوه من فوق ومن تحت سوا لحتى يحمى لبين ما نحضر الكيك. طبعا هلا رح نحتاج 3 اواني فارغة. وعاء الاول للخبز حاول يكون يعني وسط، حجم وسط ما في الكفاية لحتى نحط فيه الخليط. وعاء كبير لحتى نخلط فيه المواد تبع الكيك. وكاسة صغيرة من عندكم، بدي هاي الكاسة يعني كوب صغير ما يكون كتير كبير، هذا مهم لحتى نقيس فيه كل المواد اللي رح نستخدمها اليوم. اول شيء بدي احكيكم خطوة كتير مهمة، بدي منكم تجيبوا محارم وتجيبوا زيت، تحطوا نقطة زيت على وعاء الخبز، تمسكوا المحرمة تمسحوا كل ارجاء الوعاء لحتى تصير هيك مبللة بالزيت مثل ما شايفين. بنجيب ببساطة الكاكاو وبترشوا هيك عليه رشة منيحة، يعني مو كتير ولا شوي بس بحيث انه نمسكه و بتوزعوا عليه الكاكاو هيك. طبعا هي بدال الطحين، هي فكرة عظيمة كتير رح تشوفوا روعتها بآخر الفيديو. هلا هاد الوعاء رح نحطه على جنب مثل ما شايفين، وهلا رح استعرض عليكم المواد الجافة اللي رح نحتاجها لتحضير الكاتو. المادة الأولى اللي هي الكاكاو، نحن بحاجة 5 مواد جافة: الكاكاو، السكر، الطحين، بيكنج باودر، بيكنج باودر عشان ينفش الكاتو، والفانيليا. هدول 5 مواد. المواد السائلة هي الزيت، خليني احط هدول على جنب هلا، اللي هي الزيت، حليب، البيض، وكمان بحاجة المي. يعني فينا نقول انه 5 مواد جافة و4 مواد سائلة. خلونا اول شي نبدأ بالمواد الجافة. طبعا فيديو اليوم رح اعمله للاشخاص اللي بحياتهم ما دخلوا المطبخ، خلونا مشان نقلل شوي التعقيد نشيل المواد السائلة واللي هي الزيت والحليب البيض والمي. خلونا نركز على هدول الاشياء اللي هون. نجيب الوعاء تبع الخلط، طبعا ما لنا بحاجة اي ادوات كهربائية اليوم. هذا الكوب الصغير رح يساعدنا على كل شيء، وصفوا فيه كتير منيح لانه رح يطلع لكم بالاخير جاتو رائع. طحين ابيض، اذا بتعرفوا عندكم نوعية 405، بدنا كوب ونص من الطحين، هاي كوب، هاي نصف كوب، شوفوا كيف، 3/4 كوب سكر. انا بحب كتير انه يكون الجاتو سكره قليل وطعمة هيك الشوكولا فيه هي الغالبة. طبعا رح يطلع في حلاوة، في طعمة حلوة بالجاتو، ولكن بطريقة كتير معقولة. شوفوا كيف 3/4 الكوب سكر. فانيليا، حطوا الظرف كامل. طبعا هون الفانيليا لونها شوي مايل على بني لانه هي مصنوعة من نوع الفانيليا الحقيقي. بيكنج باودر، كتير سهلة الوصفة، كوب كامل ومليان من الكاكاو. وفيكم تزيدوا شوي كمان، تغشوا شوي بالوصفة ما في اي مشاكل. وفي مكون كمان جاف بس ما حبيت اني احسبه، واللي هو رشة ملح مقدار معلقة شاي. حطوا المزيج. هاي خطوة كتير مهمة لحتى يكون كل شيء منسجم ومتناسق، والبيكنج باودر هو المادة اللي بتخليه ينفش تكون موزعة منيح. لهيك خلطوا هون منيح. هلا بنجي على المواد السائلة، طوبيضتين
طبعا راح نضل عم نحتاجه للكوب. نجيب الحليب ونعبي فيه 3 ارباع الكوب، 3 ارباع الكوب حليب، 3 ارباع الكوب مي. تمام، هون مي طبعا كله بنفس الكوب ما في اي مشكله. نصف كوب زيت، طبعا زيت نباتي، فيكم اذا حابين تدللوها كتير تحطوا زبده، تذوبوا الزبده وتحطوا مقدار نصف كوب، بس راح استخدم انا اليوم زيت لحتى يكون سهل للكل. هدول 9 مكونات لاطيب كيك شوكولا بالعالم. هاي المواد كلياتها راح نخلطها هلا سوا. طبعا ما في داعي للخلط الزايد، بس بدنا المكونات كلها تمتزج سوا. نصيحة كمان لمحبي الشوكولا، فيكم إذا بتحبوا تجيبوا لوح شوكولا وتقطعوه هيك بشكل قطع صغيرة تحطوا جواته، هذا الشيء رح يعمل بالأخير شوكولا سائلة داخل الكيك لما بيجهز. هلا ببساطة نجيب هذا القالب يلي عملناه بالبداية ومنحط فيه المزيج. شايفين استغلينا هيك أغلبية المزيج واستخدمناه جوا الكيك. هلا رح نمسك القالب. في شغلة هلا كتير مهمة، هذا القالب بعد ما نحط المزيج داخله بيتشكل بأسفل القالب فقاعات، لحتى نتخلص منها ويكون كله تمام ويكون في تناسق بدنا نمسك القالب ونضربه على سطح صلب. هيك بيكون المزيج جاهز لحتى يدخل الفرن. طبعا اول شيء بنفتح الفرن، انتبهوا كتير منيح لانه الوهج بيكون ساخن. بنحط الكيك بالطبق بالتلت السفلي من الفرن وبعدين بنسكر عليه للمدة المتوقعة. طبعا اهم شيء ما لازم تنسوا تعملوه هو انه تعيروا المنبه هون لحتى تعرفوا الوقت او ما تشغلوا كتير راسكم بالوقت. الصراحة انه اعمل اي شيء هيك بشكل منزلي بيعطي كثير 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 شعور رائع، اكثر من انه اجيب الاشياء جاهزة من برا، لانه اول شيء بنعرف كل المكونات الموجودة فيها، ثاني شيء نحن بنحط الاشياء يلي نحن بنحبها جوات الكيك. مثلا انا اليوم كترت الكاكاو، بحبه هيك يكون في كاكاو اكثر لحتى يكون مفيد اكثر، وقللت السكر لانه ما كثير بحب استخدام السكر، بينما الكيك اللي بيكون تجاري بيزيدوا فيه كمية السكر لانه السكر كتير رخيص اول شيء، ثاني شيء مشان يزيدوا الوزن تبعه اكثر. بعد مضي 45 دقيقة راح افتح بشوف شو صار بالجاتو. هلا شو التيست تبع انتهاء الجاتو؟ جيبوا سكين مثل هذا او عودة اذا بتحبوا، فوتوها بنص، اذا طلعت هيك بيكون مانو مستوي الجاتو، بيكون الجاتو لسه بده وقت كمان منيح. شايفين هذا الشيء انه مانو ناشف، ما طلع ناشف. طبعا محاولاتي المستمرة ما بتخليه يستوي. المهم مو مشكلة، بنسكر عليه، نسكر على الجاتو وبنتركه كمان 5 دقائق تانيين. خلونا نكشف هلا بعد تقريبا ربع ساعة من تمديد الوقت. طبعا فيكم ضلوا عم تكشفوا كل 10 دقائق عليه. طبعا انا غسلت السكين ونشفته، لازم يكون السكين يعني هيك ناشف لحتى نختبر فيه. ببساطة بمنتصف الجاتو، راح اقرب لكم اكثر مشان تشوفوا الاختبار عن قرب. فوتوا السكين بالنص، طلعوه، لازم يطلع هيك ناشف هذا الشكل الحلو. طبعا في شوي هون بس هي ما لها مشكلة ابدا. فوتو كمان بجهة تانية، ناشف ناشف، نجح بالاختبار. هلا شو بنعمل؟ بنطفي الفرن. كتير ساخن كتير ساخن، انتبهوا منيح على ايديكم. هلا هيك الكيك بيكون جاهز، شايفين هيك ما احلى. طبعا رح خليه هلا يتبرد هون، وبعد تقريبا 10 دقائق ممكن اقلبه برا القالب، وبعدين خليه كمان يتبرد برا القالب الزجاجي لمدة يعني نصف ساعة او ساعة، وبعدين بصير جاهز للأكل.
بعد ما تبرد شوي الكيك رح نعمل هيك بس بالسكين على الحراف، نحطه هيك على الوش، بعدين رح نقلبه سوا. واو، كتير 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 حلو. طبعا هلا رح خلي الجاتو هون يتبرد، ممكن كمان لبكرة الصبح، وبشوفكم بكرة بتكملة لهذا الفيديو. صباح الخير. طبعا هلا أخذ الكيك وقت كتير منيح لحتى يتبرد ويسترخي ببساطة. طبعا فيكم تشوفوا معنا هون المنظر، ورح أورجيكم كيف رح يكون شكله الصحن بعد ما ناخذ قطعة منه. اللي بدي أحكيه إنه أنا بحياتي كلها ما عملت هيك كيك بهي الروعة، ومثل ما شايفين هون في شوكولا سائلة اوريدي جوا من كتر الكاكاو اللي موجود فيه. طبعا رح جرب هلا قطعة، مش شايفين ابدا مناشف، كتير رطب من جوا.